وسهلا حياكم الله ويا مرحبا. من زمان عن طبخ الرز معكم، واليوم جايب لكم وصفة مميزة ولذيذة جدا. برياني حيدر أباد على الأصول، كني تاكلوا بالهند. بتشوفون المقادير كثيرة، هذه هي الهند، البهارات التوابل كثيرة، لكن الخطوات ترى مرة سهلة. أغلب المكونات هذه راح نتبل فيها اللحم قبل، والخطوات سهلة جدا ولذيذة لذيذة لذيذة. تابعوا معنا. أعرض المكونات معكم على السريع. هذه البهارات، عندنا الجرام مسالة، بهارات البرياني، الفلفل الحار الكشميري، الكركم، الملح، عندنا الزعفران، السمن، ثوم وزنجبيل، فلفل حار، نعناع وكزبرة، ليمون، بصل مقلي، لحم، زبادي، رز بسمتي، ومطيبات للرز. أول شيء راح أسويه راح أفرم الفلفل والزنجبيل والثوم، قرنين فلفل، قطعة زنجبيل، وفصين ثوم، وبفرم بعد البصل المقلي. في ناس يتبلونه بالبصل كامل المقلي، والأفضل أنه ينفرم علشان يعطي طعم أفضل. أضيف لهم شوي ماء، بقدر ضغط أضفت اللحم، عندي لحم حاشي صغير. أضيف الفلفل والثوم والزنجبيل والبصل المقلي، أضيف الزبادي. المكونات والمقادير بالضبط راح أحطها بالأخير إن شاء الله. أضيف البهارات، عصرة ليمون، أضيف الكزبرة والنعناع، نخلطهم مع بعض. والمفروض هذه الخطوة قبل تقريبا بساعة إلى نص ساعة من الطبخ علشان يتبل زين وياخذ طعم أحسن. شفتوا كل المقادير اللي تو؟ كله تقريبا اضفناه على اللحم. شوفوا باقي بس الرز والمطيبات للرز والسمن والزعفران. اضفت القدر على النار واضيف شوي ماء، وراح اطبخ تقريبا 20 دقيقة الى 25 دقيقة. راح استخدم للرز البرياني الرز البسمتي، هذا الذهب ما شاء الله تبارك الله. الرز البسمتي من اسهل انواع الرز، بس يبغى له حنية، يعني إذا بتغسلون الرز ما تتغسلون ثلاث مرات كذا أربع، ماء دافي، ماء دافي لازم دافي، ولا تحركونه بقوة. الشيء الثاني تنقعونه بعد بماء دافي تقريبا 20 دقيقة قبل الطبخ، ومع الطبخ ما يبغى تحريك قوة، يعني تحرك الرز وكذا راح يتكسر معك. الحين الرز صار منقع له تقريبا 20 دقيقة. شوفوا هذا الهيل الأسود، يستخدم بالمطبخ الهندي، يعطي نكهة زكية لكن ترى قوي، نكهته قوية، يعني إذا بتحطون حطوا كميات بسيطة. للرز البرياني نحتاج رز مشخول. الرز المشخول هو يسلق ماء مع مطيبات وملح تقريبا 7 دقائق 10 دقائق على حسب نوع الرز حسب الحرارة. بس شيء مهم يكون الماء مالح جدا، لأن الرز المشخول ياخذ الملح بس السبع دقائق ذي، ضروري يكون الماء مالح جدا. بسم الله، اضيف الرز اللحم جاهز معنا، اضفت زيت مع الرز، خلاص الحين جاهز. هذه حبته ما شاء الله تبارك الله، ما نبغاه ينطبخ مرة لأنه راح يطبخ مع اللحم. الحين راح نجمع البرياني، هذا اللحم وهذا الرز جاهز، زعفران، السمنة، البصل المقلي. بسوي البرياني على طريقتين، واحدة بالفرن وواحدة بالطبخ العادي. ميزة البرياني إن الرز يكون ثلاث أشكال، شيء يتلون من مرقة اللحم هذه اللي هو اللي أول شيء راح نضيفه، وشيء راح يكون أبيض سادة، وشيء راح يكون بلون الزعفران، فيكون معنا ثلاث انواع رز. اضيف الحين الزعفران، نقعته بماء حار من قبل يعني تقريبا اكثر من نص ساعة. اضيف السمن الحين،
يعطي نكهة حلوة. أضيف شوي كزبرة ونعناع. أضيف بالأخير البصل المقلي. القدر العادي راح أغلفه بكستير وأطبخه تقريبا 15 دقيقة على نار هادية مرة. قدر الفخار اللي راح نطبخه بالفرن سوينا له غطا غير. هذه عجينة بر، سكره. قلت لكم 15 دقيقة وراح 30 دقيقة، لكن أفضل. ما شاء الله تبارك الله، داموا على حرارة هادية يكون على ما شاء الله. وريكم حبة الرز كيف شلون مفلفل وألوان. يا سلام. ميزة الرز البرياني يكون فيه حبات بيض وحبات الصفر من الزعفران، والحبات نفس هذا اللي نشوف البني هذا من لون المرق اللي داخل باللحم. نجي للي بالفخار. يا سلام، شو التفخير. شوف هاللي متبسكت. يا سلام، ما اقاوم انا صراحة، ما شاء الله. شوف معكم. الله 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 الله، يا سلام. في ملاحظة مهمة، اللي سويته بالفرن وانكتم بالعجينة مرة حبته أطول. هذا البرياني الصح. شوفوا هذا الرز من لون مرقة اللحم والأبيض والأصفر، وهذا اللحم مع نذايب. ما شاء الله تبارك الله. من الأشياء الحلوة للبرياني هذه سلطة الزبادي مع الخيار، حلوة جدا. بسم الله. عاد تصدقون اللي 3 ساعات جالس أصوره وأكثر. الطبخة ترى ما تأخذ شيء، بس تعرفون التصوير وكذا يأخذ وقت. نتعب من أجلكم.